بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم في لقاءنا على قناة الصحة والجمال، برنامج زينة الحياة. نستكمل، كنا بنتكلم عن المناظير واستعمالاتها في أمراض النساء على عجالة، وعاوزين نرجع برضك لأشياء شهيرة في الحمل عشان منها نشوف ايه النصائح اللي ممكن نستخدمها في اثناء الحمل. في مرضين متكررين شويه، المرض البولي السكري، وده بيوصل ممكن لحد 10% من الحالات، وزيهم برضك 7 ل 10% ممكن ناس بتبقى عندها ارتفاع ضغط، والاثنين دول مرتبطين ببعض. يعني لو في ضغط عالي ممكن تلاقي في سكر عالي، ولو والعكس بالعكس، اللي عندها سكر ممكن الضغط بتاعها تتكسر. طيب الضغط العالي في اثناء الحمل، الضغط العالي دول انواع عندنا. اذا استدعى الضغط عن 140 على 90 عامه، يبقى بنعتبر الضغط ده عالي في اي مرحله من مراحل الحمل. لو الست دخلت الحمل وهي عندها ضغط عالي، بنقول ان دي اصلا عندها ضغط حمل، عندها ضغط عالي اساسي، وانها هي حامل وعندها ارتفاع في ضغط الدم. ممكن يكون السبب الاساسي ده حاجه في الكلى، حاجه في الاورده، حاجه في الشرايين، انما هي داخله الحمل عندنا وهي ضغطها عالي. او ممكن الضغط جالها في اثناء الحمل بس، ودي بنتوقع انها لما تنتهي فتره الحمل بيبقى هيختفي الضغط العالي ده، ترجع للطبيعي بتاعها. طيب وممكن يكون ان عندها ضغط ومصحوب بزلل في البول، وممكن او الزلل ده بكميته بتختلف، ممكن توصل لحد 5 جرام وزن من 5 جرام في تجميع ال 24 ساعه. وممكن قوي ما بيبقى في الحاله دي هيحصل نقص في البروتين، وفي الحاله دي يحصل فيه شويه تورم في القدمين وتورم في الجسم كله. لو وصلنا للمرحله دي لا، يبقى قلنا ده عباره عن ارتفاع الضغط مصحوب بالزلال. ده كنا بنسميه دايما تسمم الحمل، زمان كنا بنسميه تسمم الحمل على اساس ان كانوا بيعتقدوا ان فيه سم موجود طالع من امعاء، طالع منين؟ من المشيمه، طالع من العيل، طالع منين؟ من الاكل، من الشرب. المهم ان في نوع من السم، لكن لم يثبت في الحقيقه بالقطع واليقين ان في سم موجود عشان نقدر نقول عليه تسمم الحمل. زي بنقول ما قبل الرجاج وما بعد الرجاج، اللي هو ايه؟ قبل التشنجات وما بعد التشنجات، يعني لانه هو اخر حاجه في المرض ده اللي ممكن يحصل فيه تشنجات، فنقول ما قبل وما بعد على اساس ايه؟ ما نقولش كلمة إيه تسمم الحمل، الكلمة اللي هي كانت زمان تعني ارتفاع في الضغط وتعني أمراض أخرى. طيب دلوقتي إحنا لو ثبت إن في ضغط مرتفع، سواء كان الست داخلة بيه سواء هو حصل في الحمل، طب أهم حاجة نعرف درجة ارتفاعه قد إيه. إذا زاد عن 160 على 110، يعني اللي من المرتفع 160 تحت الدايستول، هنقول عليه الدايستول ازود من 110، نقول عليه ده حاله شديده، ويبقى غالبا معاها شكوى، بتشتكي من صداع، بتشتكي من الم في اعلى البطن، ممكن قوي عينها تبقى لونها يتغير شويه الى الاصفرار، ممكن البول يقل كميته شويه، ممكن الجنين برضك حركته تقل او حجمه يقل، يعني العينه هتبدا تشتكي. انما لو اقل من كده غالبا ممكن ما تشتكيش، ونكتشفها بس في متابعه الحمل. في هذه الحالة احنا لازم نخفض الضغط بسرعة، وخصوصا لازم نحتفظ بيه عند 140 على 90 فما أقل، ما نخليش يوصل لكده عشان ما نوصلش لمرحلة الإرياج اللي هو يحصل فيها إيه؟ يحصل فيها تشنجات. إيه التشنجات؟ التشنجات هتحصل لها يجي لها نص دقيقة كده، ممكن تبقى فاقدة الوعي شوية، معاها شوية حركات كده في العضلات، وخصوصا في جانب الفكين والفم، وممكن شوية رعشة في الإيدين، وشوية اضطراب عصبي بيستمر تقريبا نص دقيقة، وده بيدينا إنذار هي هتدخل في تشنجات. كل عضلات جسمها الإرادية تدخل في انقباض، بحيث إن نفسها يتكتم ولونها يزرق، وتبقى ممكن مش قادرة تبلع اللعاب، وممكن في هذه الحالة ممكن يحصل فيها ان البول ما ينزل منها او المرض ينزل منها. المهم في الحاله دي برضك من رحمه ربنا ما تغيبش كتير، هي تقريبا نص دقيقه كمان
وتقلب بقى عليها تشنجات، انقباض وانبساط، انقباض وانبساط في العضلات، ودي اللي بتخوف، دي شكلها حتى يخوف، ممكن تعض لسانها، ممكن لسانها يقع لورا، ممكن أوي. ده المنظر اللي بيخوف في الحقيقة، التشنجات دي برضك من رحمة ربنا إنه ما تغيبش فترة طويلة، تغيب دقيقة، يبقى الدورة دي كلها على بعضيها خدت دقيقتين بس، شكلها مرعب، نص دقيقة نص دقيقة دقيقة، وبعدين تدخل في غوبة بقى، تدخل في غيبوبة، ممكن تقعد دقايق وتفوق تاني، ممكن تقعد ساعات، ممكن تقعد أيام، على حسب بقى الدرجة، ممكن تتكرر بعد دقيقة بعد دقيقتين، كل ما تتكرر أكتر كل ما يبقى فيه خطورة أكتر. طبعا دورنا هنا في الحقيقة في المتابعة اكتشاف الضغط العالي عشان نعالجه من الأول، عشان ما نوصلش للمرحلة دي. المرحلة دي فيها خطورة شديدة على الأم وخطورة شديدة على الجنين، وبنضطر ننهي الحمل. يا دوب نتحكم في التشنجات في حدود ساعة ساعتين بالكثير، وننهي الحمل بالطريقة المناسبة على حسب ينفع عن طريق مهبلي أو عن طريق قيصري، لازم ننهي الحمل بسرعة طالما الجنين لسه حي. إنما لا قدر الله لو جرى له حاجة خلاص هنعالجها ونسيبها تولد بقى إيه عن طريق المهبلي، لأن لو التشنجات دي زادت وكترت يبقى في العادي ممكن الجنين يكون جرى له حاجة. فكنا نطمئن بس إن الجنين كويس، ونديلها مسكنات ومهدئات والحاجات اللي نزل الضغط، ونحضرها للتخدير بسرعة، ونحفظ لسانها علشان ما يتعدهوش أو تبلعه، ونحضر عمليات بسرعة، وندخل عمليات نخلص الموضوع ده بسرعة. من حاجات الطوارئ نعمل القيصرية أو نولد ولادة مهبلية، بس على شرط تكون بسرعة، ما نقعدش ننتظر. الموقف ده طبعا موقف خطير ويجب ألا نصل إليه. مرض السكر زي ما اتفقنا ممكن ينتهي معاها ضغط مرتفع، والعكس بالعكس، فعشان كده الاثنين متلازمين، فلازم ان احنا نتابع السكر ونشوف اذا كان السكر برضك سكر حمل ولا هي داخله بيه السكر. لو هي داخله بالسكر يعني الحمل هيزود السكر وهيغير لنا جرعه الانسولين ويغير المناسب النسبه اللي هي بتاخدها، وبتاثر على يجي لها التهابات زياده وتاثر على الكلى، وممكن يجي لها مضاعفات ازيد في اثناء الحمل اساس عينيها والجهاز العصبي والكلى والكبد، كل ده بيتاثر بالسكر المزمن اللي هو داخل بيه ده. يبقى اذا ده بياثر الحمل، زود الحاجات دي كلها. طب وهو كمان بياثر على الام وبياثر على الجنين، اثر على الام يخلي كميه التهابات عندها زياده، التهابات في البول والتهابات في خرانيك الطعام في جسمها، ممكن قوي ان احنا نبقى في صعوبه عشان في هرمونات زياده، فيبقى في صعوبه في تقدير كميه الانسولين، شويه تزيد وشويه تقل، فتبقى كل شويه عاوزين نعمل لها مقياس ونغير الكميه اللي بتاخدها ونغير كميه الاكل. عشان كده مريض السكر المفروض ثلاثه في الحقيقه يشرفوا عليه: دكتور امراض النساء والولاده، ودكتور مختص بالسكر، ودكتور مختص بالتغذيه. الثلاثه يحطوا في بعض ويشتغلوا كتيم علشان الام دي توصل لبر الامان، وبنيجي عند 38 اسبوع عشان نتفادى موت الجنين قبل فتره الولاده او بعد فتره الولاده، او ان ساعتها يبقى حجمه صغير قوي قوي، ونحاول نولد العيانه سواء بالقيصريه او سواء بالولاده الطبيعيه تفاديا لما قد يحدث. وعشان كده الكلمتين بتوع الضغط والسكر يوصلونا الى مرحله ان احنا ليه نوصل لهذه المراحل. احنا لازم نتابع الحمل من الاول ونكون معاه من الاول، ونشوف ايه الحاجات اللي نعملها ان نتجنب الحاجات الخطيره في اثناء الحمل. وهذا العلم ما يسمى بمتابعه الحمل، ونراكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. الصحة والجمال لون جديد للحياة.